النهارده في حلقة جديدة من وصفة أمل. النهارده هعمل لكم بطة بتاعت المناسبات. أي مناسبة عندك هتعملي فرخة، بطة، وزة، ديك، أنا بعمل لك بقى بطة باللحمة المفرومة والرمان والعصير اللي فوقيها عشان تبقى مقرمشة وحلوة. سر تكاية ليمون وحاجة تانية هبقول لكم لما أعمله. وبعد كده هنعمل حلو بالرمان برضو وبالكريمة اللباني هنضربها وهنعملها معاها. أنا محتاجة طاسة اهي، هحط فيها البصلة المفرومة، هعصج لحمة مفرومة، هحشيها لحمة مفرومة وبصل وعيش ورمان. رمان صحيح ممكن تحطيه، وهحط معاه معلقه دبس رمان ياخد المزازه بتاعته. دي الحاجات دي بتاعه الباف باستري اللي انا هعملها لكم الحلو، خليها في الجنب. محتاجه توم، دي الفانيليا هنا برضو، وجوز الطيب طبعا هعصرها مع اللحمه لان بتحب جوز الطيب طبعا اللحمه المفرومه. هحط دلوقتي زيت الزيتون، وهحط معاها البصلة بتاعتي عشان تحمر. هجيب المعلقة عشان اعمل بيها طبعا بتسهل. بصوا بقى انا هقول لكم على البطة يعني او whatever الديك، ديكة في برضو بتبقى ديكة يعني، الديك الرومي بيبقى فيه ميل وفيه فيميل، فطبعا ست وراجل. فاحنا بالنسبه لي الفرخه الرومي او الديك الرومي او اي من الطيور على حسب الكيلو. 2 كيلو تاخد ساعتين، 3 كيلو تاخد 3 ساعات، 4 كيلو تاخد 4 ساعات. فاحنا بنسهل الموضوع بتاع البطه. لو احنا انا ما بحبش اسلقهم، ممكن تسلقيها هتوفري نص الوقت. ممكن تسلقيها في الحله البريستو لو عندك بقى حله كبيره كده ممكن، لكن انا هحطها كده بحالها مع السوا بتاعها مع الصوص هتتعمل لوحديها في الفرن. فمحتاجه طبعا ان انا اقعد اشقر عليها وكل شويه هروح مدياها التغريقه بالمياه، هقول لكم، او بالليمون، عصير الليمون ومياه غازيه سودا، ماشي، في مياه غازيه اورانج وفي مياه غازيه بيضاء وفي مياه غازيه السوداء. طبعا انا مش هقول الاسم بس انتوا عارفين طبعا انا قصدي ايه. اي واحده من الاثنين او من الثلاثه اللي موجودين في السوق هتروحوا جايبين كده منها ومن الازازه ومع الليمون، ممكن تحطيها حتى في الازازه وتخرميها وتقعدي ترشي عليها، او تجيبي طبعا الفرشه وتحطيها وتعمليها. تمام، ادي اهو البصل انا محتاجه طبعا نار ليها جامده اهي. انتوا شفتوها كمان شكلها عامل ازاي. هنروح بقى محضرينها، دي انا مش محتاجاهم اهي بالنسبه لي. انا غسلتها كويس قوي، طبعا انا هقعد احط لها بخله السنان، اقفلها فتحاها. طبعا لو انت عندك فريش او بالفروزن، انت لو عندك الحاجات بتاعتها اللي جوه الكبد والقوانص وزورها وكل الحاجات دي كلها ممكن تعمليها مع اللحمه تفرميها معاها وتحطيها برده تاني. انا مش حطاها، انا حاطه بس لحمه بس. واحنا هنعمل بيها دلوقتي بالبصل واللحمه المفرومه والرمان بس. ادي جوزة الطيب، الثوم انا هشيلها بس تحت هنا كده علشان ابتدي اشتغل على الثوم. هفريه زي ما انا بقول لكم، لو توميه ولا اتنين هما بس كده. اهو تومتين بس كفايه قوي مع البصل. اهي
وهحط معاها دي جوزة الطيب اهي صحيحة، هاخدها بقى طبعا وهفضل ان انا ابشرها على اللحم. هنعمل برضو نشوح في البصلة، نحط اللحمة وهي نص سواية بس، وهنروح حشينا وحطينا في الفرن على طول اهي. تمام، مش هخليها تحمر جامد قوي البصلة، معلش كلب الجيران. البصلة بقول ان هي تفضل ذهبي، ما تبقاش تحمرش قوي، تسودش منك انت يعني، تعمليها بحب كده وتخليكي معاها لغاية لما تستوي البصلة وتطرى وتاخد اللون الذهبي بتاعها. اي حاجة فيها كربون، اي حاجة تتحرق منك لو سمحتي ترميها عشان هي مش صحية، فانا بحبش ان انا تبقى الحاجة اتحرقت ويقولوا اه لا معلش انا بحب المحروق، انا بحب المقرمش المحروق. لا طبعا، الكربون ده حاجة سامة جدا ومش صحي جدا، والمفروض ان احنا ناكل الحاجة مستوية بس ومش محروقة. كده بالطريقة دي خد اللون بتاعه. هحط معاها التومية، ادي التومة اهي، وهحط معاها دلوقتي اللحمة شويش كده. لازم تبقى ايه لسه فيها حتة جامدة شوية. كده اهو هحط اللحمة المفرومة بتاعتي. اهي هحط بقى طبعا المقدار، طبعا موجود على الويب سايت، هتلاقوا مكتوب عليه الوصفة والمقادير. ياريت تزورونا وتقولوا رأيكم، ببقى سعيدة جدا لما انا بسمع طبعا الاراء بتاعتكم والافكار بتاعتكم، نقدر نعملها كده بدل كده، بحاول طبعا بقدر الامكان ان انا ارد عليكم. هحط لها بقى الملح بتاعها انا على طول، والفلفل الاسود بتاعي الصابح اللي انا بحب احطه من المطحنه بتاعتي. ادي الملح، معلقتين ملح، ادي الفلفل الاسود، طبعا اللحمه المفرومه بتحب الفلفل الاسود. وانا مولعه طبعا الفرن وهحطها متغطيه الاول، وبعد كده هنعليها ونقعد ايه نديها في الصوص بتاعنا. ادي جوزة الطيب، بألف هنا طبعا لما تاكلوها اهي. هروح مديلها بقى الرمان، اهي الرمان بتاعي اهو فرطته ماشي. هحطه بقى باسم المعلقه لان انا محتاجاه في الحلو. اهو
ومعلقه دبس رمان بعد كده. يعني هو طبعا هيدي معاها، بس هو طبعا حلو وهو صحيح كده. وهديها معلقه دبس رمان كده اهو. ودي الخلطه بتاعتنا اللي احنا عملناها. هبتدي بس ايه اقلبها. اهي دي الخلطه، هحطها بس هحشيها جوه البطه. فنطلع فاصل